اه المركب اللي قدامك اهو CH3 CH2O سي دبل بوند او ان اتش2، زي ما انت شايف السي اتش 3 ظاهره تريبلت، السي اتش 2 دي ظاهره كورتت، تمام، عشان جنبها سي اتش 3، والان اتش 2 ظاهره ايه؟ ظاهره هم. طيب لو شلنا الكربونيل والاكسجين، يعني السي دبل بوند كانت سي اتش 3 سي اتش 2 ان اتش 2، هتظهر ازاي؟ ايه اللي هيختلف يا شباب؟ عايزكم تجاوبوا. اه مفيش اجابه، مفيش تكميل. اه هتظهر السي اتش 3 مثلا ايه؟ تريبلت عادي، والسي اتش 2 هتظهر هتتاثر بالان اتش 2 ولا لا؟ لا هتظهر برضو كورتر، والان اتش 2 تظهر ايه؟ تظهر سنجل هامب، تمام، الا في بعض الاحيان قلنا ممكن يحصل سبليتنج ويتاثروا مع بعض، بس دي مش في كل الاحوال، لازم يكون بيور جدا، تمام يا شباب؟ طب احنا عايزين نتكلم في نقطة جديدة بقى. احنا اللي فات قلنا الكابلنج بيحصل، ايه شروط الكابلنج يا شباب؟ معلش لحظة. قلنا البروتون اللي هنا عشان يعمل كابلنج مع البروتون اللي هنا ليها شروط، اول حاجة ان البوند العدد البوندز ما يزيدش عن ثلاثة، يعني دي واحد اثنين ثلاثة، ولذلك دول لازم يكونوا جنب بعض. لو بينهم اكسجين هيحصل كابلنج؟ ها؟ كلمة كابلنج هي السبب في السبليتنج. لا مش هيحصل، لأن المسافة هتبقى أكتر، ولأن فيه كتير أطول منعت الإيه؟ الكابلنج. تمام؟ طيب ده السبب لو، تاني حاجة إن الإتش ده يختلف يكون مختلف عن الإتش ده. يبقى دول هيكونوا مختلفين، ومفيش بينهم هيترو أتوم، دي الشروط. طيب الكابلنج ده بتسميه سمبل كابلنج أو سمبل سبليتنج. بيبقى الكابلنج يعني أنا عندي سنجلت أصبحت دبلت، المسافة بين الاثنين الجزئين دول بنسميها كابلنج كونستنت. المسافة بنسميها إيه؟ كابلنج كونستنت، دي أول مرة نقولها. الكابلنج كونستنت ده او المسافه دي ما بتتاثرش بقوه الماجنت، يعني لو انا جبت جهاز حديث جدا جدا بماجنت سترونج هيديني نفس الكابلنج كونستنت لو جهاز ايه ضعيف. الكابلنج كونستنت بتحسب بالمسافه اللي بين ايه التو سبليتس، يعني دبلت المسافه اللي بينهم ليها حسبه كده بتطلع بالهرتز، بالهرتز الجهاز قوته بتبقى بالميجا هرتز، لكن دي بالهرتز. السيمبل كابلنج الهرتز بتاعته 7 هرتز، المسافه 7. كل السيمبل كابلنج اللي اقصد بايه؟ ال سي اتش 3 سي اتش 2 وهكذا، تمام. طب الاروماتيك يا دكتور، الاروماتيك السبليتنج بتاعه ما بيبقاش سيمبل، بيبقى كومبلكس. يعني ايه؟ يعني اول شرط في السبليتنج اللي هو انه يكون البروتونز غير بعض، ده ماشي لازم يكونوا غير بعض فعلا عشان يعملوا سبليتنج. تاني شرط ان المسافه تكون 3 بوند بس، لا ممكن يحصل اكتر من كده، يعني لو بروتون ارسل بروتون تاني يعملوا كابلنج لبعض. طب والمسافه بتاعت او الهرتز بتاعتهم 8 هرتز، كابلنج كونستنت بتاعه 8 هرتز. طيب لو كانوا متل بعض يعملوا كابلنج؟ يعملوا كابلنج؟ رغم ان المسافه لما تيجي تعدها 1 2 3 4، يعني المسافه اكتر من 3 بوند، يعملوا كابلنج. والكابلنج كونستنت بتاعه 2 هرتز، 2 ايه هرتز، يعني الاتش دي تظهر ايه لو مفيش بروتونز تاني في الرينج؟ الاتش دي تظهر ايه؟ ليه واحد بيسال، مره بتسال بتقول ليه بيحصل كابلنج؟ دي قصه تانية. لكن الاروماتيك مختلف عن الالفاتيك، ان الكابلنج ممكن تكون المسافه الرينج بيحصل عليها كابلنج كلها. الارسل بعض يبقى الكابلنج كونستنت 8. الميتا كابلنج هقول لك ليه، بس يعني في حته النظر، الميتا كابلنج بيبقى الكابلنج كونستنت بتاعه 2، يعني قريبين من بعض. يعني ايه؟ تخيل صوابعك كده لما تقربهم او تبعدهم هما من 2، لو دبلت هيظهروا قريبين من بعض. هوريك امثله دلوقتي. طب لو باره، انا ما جبتش حكايه الباره، يعني لو اتش باره للاتش الثانيه الكابلنج بيبقى صغير جدا قريبين من بعض لدرجه ان انت محتاج جهاز فيري فيري سترونج عشان يفصلهم، وفي الغالب ما بيحصلش. طب اديني مثال يا دكتور للكلام ده عشان انا بدات اتوه منك، صح؟ طيب انا هديكم مثال وهسيبكم تفكروا فيه. يلا ايه رايك كده يا شباب؟
شايف كل مركب من دول في اتنين بروتون بس على الرينج، ما تفكرش في اللي بره الرينج، فكر في اللي جوه الرينج. انا جايب لك المركب دلوقتي جزء من البروتون اللي مقار. الجزء بادئ من كام؟ من 7.5 لكام؟ ل8. انا جايب جزء من السبيكتروم. المركب الاولاني لان البروتونز بالنسبه لبعض اللي على الرينج ايه؟ بارا ولا اورثو ولا بيتا؟ ها؟ اللي تحت ده انا مش شايف حد بيكتب يعني، الناس نايمه. ها؟ بارا اورثو فين بس اللي تحت؟ بارا. بارا يبقى هيعملوا كابلنج لبعض؟ هيعملوا كابلنج؟ في اغلب الاجهزه لا. فتلاقي ايه؟ البروتون منهم ظهر سنجلت والتاني ظهر سنجلت. طب السؤال يا دكتور، اولا ليه ظهروا مختلفين؟ لان لما تبص للبروتون اللي هنا من الجنب ده نيترو ومن الجنب ده ايه؟ ميثوكسي. لكن البروتون اللي هنا من الجنب ده ميثوكسي ومن الجنب ده ايه؟ سيانو. هل البروتون اللي هنا هيبقى عليه نفس الالكترون كلاود للبروتون اللي على هنا؟ ها؟ عايز اسمع. لا، يبقى البروتون اللي هنا مختلف عن اللي هنا. ولذلك ممكن يعملوا كابلنج، ممكن، بس البارا بعيد والكابلنج كورس بتاعه صغير جدا، اقل من نص، ولا محتاج يعني جهاز مثلا مش موجود الا في امريكا ساعتك تخطف رجلك عشان تقدر تعمل تظهره دبل. فيظهر في الغالب ايه؟ سنجلت. يبقى ده سنجلت وده سنجلت. طب سؤال ليكم بقى، الشاطر يجاوبني. البروتون اللي عند 7.8 واللي عند 7.6 مين فيهم مين؟ يعني ده ولا ده؟ اسمع بقى، اللي بين النيترو والميثايل واللي جنب النيترو ولا اللي جنب السيانو؟ مين اللي يبقى دي شيلد اكتر؟ مين اللي عند 7.8 اللي جنب النيترو ولا جنب السيانو؟ حد يجاوب عشان شفت بقى؟ تمام. انا عندي شباب شاطر اهو جابها. ليه هو طب اللي عند 7.8 هو اللي طالع اللي جنب النيترو؟ معلش يا مادون، ما انتوا يا شباب بقى خلاص احنا لازم نجيب واي فاي او يعني نشحت واي فاي. ربنا يكون في العون. انا عارف الظروف، بس حتى فلوس المواصلات يعني اللي كنت بتروح بيها السوق. كل اللي جنب النيترو ما هو واي فاي، ربنا يكون في العون. طب يعني هو واي فاي نوعه ايه ده بالظبط؟ مشترك مع 30 واحد من الجيران؟ ماشي، نرجع تاني عشان ده يتسجل كل الكلام ده. طيب النيترو بتسحب الكترونز اكتر، فبيبقى البروتون دي شيلدد اكتر، فانت كده بدات تتشطر وتعرف يعني ايه كيميكال شيلد. طيب في المركب اللي فوقيه هتلاقي البروتون ده وده ميتال بعض. اول سؤال لازم اساله لنفسي، هل هم زي بعض ولا مختلفين؟ البروتون اللي هنا جنب الكلوري واللي هنا جنب النيترو، صح؟ يبقى دول اكيد مش زي بعض، وما دام مش زي بعض يبقى يعملوا بعض ايه؟ سبليتنج كابلنج. فده هيظهر كام بروتون هنا هيعملوا كابلنج؟ واحد. يبقى يظهر ايه؟ دبلت. يبقى ده يظهر دبلت وده يظهر ايه؟ دبلت. اهو فعلا عندي دبلت ودبلت، شاطرين. طب سؤال تاني، مين فيهم اللي دي شيلد اكتر؟ اللي جنب الكلورين هنا ولا اللي جنب النيترو؟ سهله اهي، مش هنخلص منها دي، سهله. تمام، اللي جنب النيترو، شاطرين ولادي. طب نطلع في اللي فوق، الله، ده اتنين بروتون برضو بس، يبقى دي ومختلفين ولا مش مختلفين؟ مختلفين. يبقى دي هتطلع دبلت ودي هتطلع دبلت، يعني دي هتخليها دبلت، واحد زائد واحد ودي زائد واحد، يبقى دي دبلت ودي دبلت. وادي واحده عند 8 وادي واحده عند 7.8. طب مين اللي جنب اللي عند 8؟ اللي جنب النيترو ولا اللي جنب الكلورو؟ النيترو. بقينا شاطرين. تمام، طب مش ملاحظ حاجه؟ ده دبلت وده دبلت، ايه الفرق بين هنا وهنا؟ ايه الفرق بين المركب ده الدبلت ده والدبلت اللي تحت؟ ايه الفرق؟ اتعلم الكلمه بقى، هي اسمها ايه؟ جي كونستنت، الكابلنج كونستنت. هنا لان الاثنين قرصوا لبعض فالكابلنج كونستنت كام؟ قلنا هو اصلا من 8 ل 11 او من 7 ل 11، تمام؟ عالي جدا، الافرج بتاعه 8، تمام؟ لكن الكابلنج كونستنت بتاع الميتا
كام؟ حد فاكر؟ اه ممكن من واحد لثلاثة، من واحد لكام؟ لثلاثة، الافريج بتاعه 2. العين المجردة ماشي حاضر، الفرق ان الاثنين بروتونز دول مثل بعض، لكن الاثنين بروتون ده اورثو، الكابلنج كونستنت بتاع الاورثو بيبقى من قلنا من كام؟ من 7 ل 11 او من 8 ل 11، الكابلنج كونستنت بتاع الميتا من 1 ل 3، يعني هو ايه؟ والعين المجرده بتقدر تعرف الفرق في المسافه دي، يعني بمجرد ما تشوفهم هتقدر تقول اه ده ميتا وده ايه؟ اورثو وده طباره. يبقى بدانا نتعلم، بس طبعا المثال اللي احنا قلناه ده جاست 1 بروتون و1 بروتون، طب لو اكتر من بروتون بقى الامور هتختلف، الامور ايه؟ هتختلف. طيب يبقى نرجع تاني للكابلنج كونستنت تيبل، لان هنقوله بامثله ايه اكتر شويه. الكابلنج كونستنت تيبل ده احنا بنعمق السبليتنج، شفت السبليتنج بتاع السيمبل كان ايه اول مره؟ لا دخلنا بقى في الاروماتيك وغير الاروماتيك. طيب في سبليتنج تاني عايزين تعرفوا، ان البروتونز السيز لبعض غير البروتونز الترانس لبعض. الله، يعني ايه؟ يعني لو بروتون سيز لبعض مختلف السبليتنج. بص السيز السبليتنج كونستنت بتاعه ايه؟ 10، ما بيزيدش عن ايه؟ 11 12، لكن الترانس ممكن يوصل ل 16 17 18، وممكن الافريج بتاعه 15. تمام، يبقى دول البروتونز اللي على الالكين ليهم كابلنج كونستنت عالي جدا، كبير، مسافه كبيره، والترانس مسافه ايه؟ اكبر. طب لو البروتونز ايه ده يا دكتور؟ ايه ده المثل اللي انت عامله ده؟ اتنين بروتون على كربون هيعملوا كابلنج؟ حد يقول لي ليه بقى؟ حد يديها لي يفسرها، ده مثال عظيم صح؟ ازاي هم الاثنين دول مختلفين؟ الاثنين دول مختلفين يا شباب، ممكن يبقوا اثنين بروتون على نفس الكربون مختلفين. اه ده ما قلتلكش قبل كده. اه ممكن، بس عايز اعرف السبب. ممكن يكونوا مختلفين ليه؟ اه هقول لك ليه. اول حاجه الالكين هنا مثبت الوضع. ايوه طب ما الناس فهمت اهي، مثبت الوضع الالكين دي ثبتت الوضع، يعني الهيدروجين دي شايفه حاجه هنا مش شايفاها دي، وهكذا. ازاي يعني؟ يعني الهيدروجين دي مختلف عن دي، والدليل اه الحركه ثابته مثبتين واحد. الدليل ان الاتش دي لو حطيت مكانها اي مجموعه مثلا هتبقى ايه؟ سيزن عادي، لكن لو حطيت نفس المجموعه دي هتبقى ترانس. الله، يبقى مركبين مختلفين، معنى كده ان الاتش دي غير دي. تمام، الاثنين مش زي بعض. تعرف لو في فري روتيشن زي هنا ما كانش تفرق، لكن انا ما عنديش فري روتيشن، فبالتالي الاتش دي ممكن تختلف عندي. طب امتى تبقى زيها؟ حد يقول لي امتى تبقى زيها؟ اه انا عايز اسمع، عايز اشوف حد كتب حاجه. امتى دي تبقى زي دي وما تعملش كابلنج بالبعض؟ وفي الضبط وفي الالكين اه امتى اهو؟ يعني هو ممكن يبقوا زي بعض ممكن مختلفين، امتى يبقى زي بعض؟ اه في ناس لقطه، في ناس لقطه تليفونه. تمام تمام، يبقى دول هيبقوا مختلفين لو دول مختلفين، لو دول مختلفين يبقى دول كمان مختلفين، لكن لو دول زي بعض يبقى مش هتفرق، مش هتفرق. حد مش فاهمها الجيمينال بروتونز؟ طب في حاله انهم مختلفين يبقى يعملوا كابلنج لبعض، وبالتالي هيظهر كل واحد لوحده. خلي بالك يعني الاتش دي تظهر لوحده، الاتش دي تظهر لوحده. هنطبق الكلام ده دلوقتي ما تقلقش، على اكزامبل وهتشوف على سبيكترا. بس الكابلنج كونستنت بتاعه شوف 2 صغير جدا، يبقى عندك 2 و10 و15 افتكرهم. ما ولا يهمك يا مريم، اللي ما لقطش في محاضره اسمعها، ولو ما سمعتهاش وما فهمتهاش هنعيد ونزيد. احنا النهارده عدنا الجزء الاولاني شويه. اه امتى الاثنين دول يبقوا زي بعض؟ لو كانوا الاثنين هنا الجنبين دول زي بعض. واضحه؟ لان كده ما دام الجنبين زي بعض يبقى دي شايفه نفس الحاجه اللي شايفها دي، بمعنى صح، او لو بدلتهم مش هتفرق. تمام يا شباب؟ طيب احنا كده خلصنا كابل كورس. طب ندي مثال بقى عظيم، وده مثال ايه؟ اللي يفهمه انت كده ايه؟ بقيت رجعت برنس العضويه. مش انت كنت تحب يقول لك كده برنس العضويه؟ هسيب لك الاسبكتر كده. المثال ده طب بص كده هو معقد كده، بس بص هقولها لك. طيب المركب ده ايه؟ فينايل، اسمه الاستيرين، فينايل
وجنبه سي اتش وجنبه سي اتش 2. اول سؤال دايما هنسال نفسنا الاربع اسئله، المركب ده فيه كام equivalent و non equivalent protons؟ حد يقول لي. سيبك من الاروماتيك، ما تفكرش في الاروماتيك، شايفينه ولا لا؟ المركب قدامك الستيرين اهو، في الاتش دي زي الاتش دي، عندي 3 اتش، هل دول زي بعض؟ لا مختلفين. يبقى الاتش دي هنسميها A مثلا، وده B وده C، مختلفين. يبقى كل واحده تظهر لوحديها، اهي واحده اثنين وادي ثلاثه. سيبك من الاروماتيك دلوقتي، امال ايه الابيض اللي انت حاطه فوق ده يا دكتور؟ ده تكبير، يعني هو مكبر لي دي اهي، ومكبر لي دي اهي عشان نشوفها من القرب، ومكبر لي دي اهي، صح كده يا شباب؟ نفهمها واحده واحده. طيب لما بص على اتش اي مثلا ده هيحصل له كابلنج بمين؟ يحصل له كابلنج بمين؟ احنا نمسك اول واحد، يحصل له كابلنج بمين؟ بي بالنسبه له ايه؟ ترانس، الناس سامعاني؟ وسي بالنسبه له سيز. يبقى هل دول زي بعض؟ لا. طيب نمسك البروتون بي، هيحصل له كابلنج بمين؟ الصوت بيقطع عشان الواي فاي عندك تعبان يا مريم. بي وسي، بي بالنسبه لبي هيحصل له كابلنج باي وبسي، كل واحد لوحده لانهم مش زي بعض. تمام، الصوت بيقطع عندكم كلكم، انتوا قاعدين مع بعض في مكان واحد ولا ايه؟ هبلغ عنكم كورونا دلوقتي. الشبكه عندي. طب استنى لحظه، طيب وقف ال، انا بعت اجيب لكم بتاع دوت، قولوا معايا غير الراوتر خالص. والله طيب معاكم كده يا شباب، انا بعت اغير الراوتر وارفع لكم الشبكه عندي على الاخر، يعني من المستعان. بس هو المفروض ان الشبكه دي السرعه عندي عاليه بقى، بس ما فيش مشكله. تمام كده، طيب يبقى الواد معلش ماشي حاضر. مين عارف محمد ده؟ ماشي يا عبد، الراوتر هيجي لي الاسبوع ده ان شاء الله عشان السرعه. نرجع تاني، لما تبص للمركب اللي هو الستيرين، ماشي حاضر، ابعت لكم راوتر جديد. ما انت لازم تعلي سرعه النت برضه. لما تبص على مركب الستيرين هتلاقي فيه ثلاثه بروتون، كل واحد بيعمل كابلنج. انا عايزك لما تفكر بان الاثنين مختلفين، يبقى لو بصيت على واحد خبيه بصباعك زي ما مخبيه بالسهم كده، شايف اتش ايه؟ هيحصل له كابلنج بمين؟ ببروتون بالنسبه له هو سيز اللي هو الاتش سي، وبروتون بالنسبه له ترانس اللي هو الاتش بي، صح كده؟ السيز احنا قلنا الكابلنج كونستنت بتاعه كام؟ انا عايز اوريك واحد واحد. هنسيب الاستراكشر ونمسكه كده، بص اهو. بص كده يا شباب، هنمسك في مين؟ في اتش اي. بص اتش اي اللي هو ده، هيحصل له كابلنج ب اتش بي و اتش سي. اتش بي بالنسبه له ترانس و اتش سي سيز، فاول واحد اتش بي شايف الكابلنج بين اتش اي و اتش بي ترانس، يبقى المسافه هنا كام؟ 17 هرتز اللي هو اكبر مسافه، يبقى بقى دبلت.
وكل دبلت من دول هيتقسم تاني الى دبلت. تمام؟ يعني هيطلع دبلت اوف دبلت. يعني الترانس الاول يقسمه الى اتنين. وبعد كده السيز يقسم كل واحدة الى اتنين. يبقى يظهر لي دبلت اوف دبلت. الاولاني قسمه 17. التاني قسمه كام؟ 11. دي بتاعت السيز. ودي بتاعت مين؟ الترانس. يبقى الاتش اي لما تيجي تحط ايدك عليه هتلاقيه يتأثر بالبي ترانس وبالسي سيز. ادي المسافة بتاعت الترانس كبيرة تبقى 17. بعد كده يجي ال 11 اللي هو بتاع السيز. يبقى ده يطلع على الشكل ده. 1 2 3 4. الجنبين دول قريبين من بعض اللي في النص، لكن دول بعاد. يعني لما تقيس المسافة من هنا لهنا تلاقيها 11. من الأولى للثالثة تلاقيها كام؟ 17. تمام. نيجي هنا. هنا اهو. اللي هو مين هنا؟ الأولاني اتفهم اتش اي؟ عشان ندخل في اتش بي. اتفهم؟ طالع دبلت اوف دبلت وشايف اللي في النص قريبين لكن الباقيين بعاد. مفهوم؟ طيب بص على اتش بي بقى. اتش بي لما تحط ايدك عليه هيتاثر باتش اي اللي هي ترانس بالنسبه له، واتش سي اللي هي ايه؟ اللي هي جيمينا قريبه منه. فتلاقي الاتش بي يتقسم ترانس، ادي المسافه 17 بينهم وبين بعض، لكن كل واحد من دول هيتقسم جيمينا اللي هيبقى ايه؟ بمسافه 2 او 1.4. لو انت مش فاهم قول لنا. شايف؟ يبقى شكل ده دبلت اوف دبلت وده دبلت اوف دبلت. الدبلت ماشي يا مدونة. الدبلت اوف دبلت بتاع الاتش اي بيبقى مقسوم عباره عن ايه؟ واحده ترانس واحده سيز. شايف المسافه اللي بين 1 و3 وهنا 1 وهنا؟ المسافه دي لما تيجي تقيسها من اول هنا لغايه هنا المسافه دي ايه؟ 17. لكن المسافه بين واحد من الاولى والثانيه دي ودي هتبقى ايه؟ هتبقى 11. دي مسافه السيز ودي مسافه مين؟ الترانس. تمام؟ يبقى انا بالنسبه لي الدبلت اوف دبلت هيبقوا اللي في النص بينهم ايه؟ 17 من 17 5، يبقوا قريبين من بعض. لكن هنا اول دبلت هيحصل بسبب الترانس. الاتش بي لما تبص ادي الترانس ايه اللي هي دي الاتش اي، هتقسمه 17 وبعد كده يقسمه ايه؟ الجيمينال، تبقى صغيره. يعني عينك هتقدر تقول ايه؟ اللي هيبقى في النص قريبين ومبعاد كده وكبير يبقى ده ترانس. ومين؟ يبقى ده الاتش اي ترانس وسيز. اما اللي بعاد عن بعض بس قريبين اللي في النص من بعض دول يبقى ده ايه؟ ترانس وايه؟ وجيمينال. عيني هتقدر تفرق بينهم. على العموم انا هبدا المحاضره الجاي السبت الجاي بنفس المثال، بس عايز اقدم له المره دي، عايز ايه؟ ادي فرصه الناس مجموعه منكم تلقطها. ماشي يا مريم؟ ماشي. هتضطر تشوف المحاضره تاني اللي فاتت. اوكي؟ طب بص بقى للسبيكترم، مين فيهم A ومين فيهم B؟ هل دي A؟ هل في رايك دي A ولا دي ولا دي؟ مين فيهم ايه؟ عينك تلقط مين؟ هقول لك الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ مين فيهم ايه؟ عينك كده لقطت مين فيهم ايه؟ عايز اشوف الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ 1 ولا 2 ولا 3؟ اللي فاهم يكتب. بمجرد النظر كده، اللي هنا دي ولا دي ولا دي؟ 1 ولا 2 ولا 3؟ في ناس لقطتها. يبقى عنا مدربه الكابلين كونستانت بتلقطه. طب الشاطر بقى يقول لي مين فيهم بي ومين فيهم سي؟ هل اقدر القط الفرق ده؟ بص هنا وبص هنا. ايه الفرق هنا اهو؟ دي ترانس وجيمينال صح؟ ودي دي ترانس وجيمينال، المسافه بينهم كبيره اهي، المسافه هنا ايه؟ صغيره. طبعا كل واحده من دي دبلت، دبلت صغنونه ودي دبلت صغنونه، يبقى ده جيمينال على طول. طيب مين فيهم بي ومين فيهم سي؟ 2 ولا 3؟ يلا. انا متاكد ان في ناس لسه تايهه معاها الموضوع، هتبان المره الجايه، لكن في ناس لقطتهم. وهو ده هدف التسبيق، يعني ان انا راعي ان في ناس بتسبق بسرعه وناس قال، وهاخد الكل معايا وانا ماشي. في ناس قالت 2 اختلافنا، شفت بقى؟ مين بي ومين سي؟ أنا تايهة، ما يهمكيش يا رنا. أي واحد بيتوه معناه إن لسه ما جبتش الكونسبت، مش معناه إن أنت مش هتجيبه.
صح كده؟ احنا بنعيد الحاجه ب 100 طريقه، تمام؟ في طريقه تدخل معاك، في طريقه تدخل مع زميلك، في طريقه تدخل مع الكل، والتكرار بيثبت زي ما بيقول، تمام؟ على الاقل في ناس لقطت ان في اول حاجه لازم تعرفها النهارده اللي انا عايز اقدمها لك، ان في حاجه اسمها كابلين كونستانت. في حد مش عارف يعني ايه كلمه كابلين كونستانت؟ احنا قلنا لازم نطلع محاضره بايه اللي استفدناه، يعني ايه كابلين كونستانت؟ ها خلاص جاوبوا زي ما انت عايزين، انا هعيدها تاني، بس اول حاجه تطلع بيها النهارده السبليتنج، وسعناه شويه، قلنا السبليتنج السيمبل بتاع الالفاتك ان زائد واحد سي اتش 3 سي اتش 2، السي اتش 3 تطلع ايه؟ تريبل، والسي اتش 2 كورتل. طب من الجنبين يا دكتور لو زي بعض ان زائد ان زائد واحد، طب لو الجنبين مختلفين يا دكتور ان زائد واحد في ان داش زائد واحد، كل ده سيمبل. الاروماتيك برضو قدمناه له السبليتنج شويه، قلنا ايه على الاروماتيك؟ قلنا الاروماتيك بتعتمد البروتونز ارسل بعض ولا ميتال بعض ولا بار البعض، صح؟ بس ما قلناش تطبيقات كتير على الاروماتيك، خلي بالك هنقولها المره دي. اخر حاجه قلنا البروتونز اللي بتعمل كابلنج لبعض زي بتاعه الالكين، زي بتاعه اللي هي الكابلنج كونستنت لازم اعرفه، قلنا ثلاثه كابلنج كونستنت. ها في ناس بقى مش قادره تلقط، مش مشكله هتلقطها المره الجايه. يبقى ايه اللي اتكلمنا فيه؟ انا عايز اسمعكم، افتح البتاع نوقف الريكوردنج ونسمع الناس. صوت.